خلال استقباله وزير الخارجية الأمريكي الرئيس السيسي يؤكد أن حل الدولتين هو مسار تحقيق السلام والأمن المستدامين ويحذر من خطورة التصعيد بلبنان. باستثمارات 110 ملايين دولار رئيس الوزراء يفتتح مجمع تصنيع للأجهزة المنزلية في العاشر من رمضان ويؤكد استمرار تقديم الحوافز لجذب مزيد من الاستثمارات. قتلى ومئات المصابين في موجة انفجارات جديدة تستهدف أجهزة إلكترونية في بيروت ومناطق لبنانية متفرقة. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم على شاشة التلفزيون المصري. تحية لكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية الشراكة الاستراتيجية المصرية الأمريكية في حماية مصالح الدولتين وتعزيز الأمن الإقليمي. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والوفد المرافق له. وفي ضوء التحديات الراهنة في منطقة البحر الأحمر وباب المندب، بحث السيد الرئيس مع رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع تطورات حركة الملاحة بقناة السويس. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والوفد المرافق له، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، بالإضافة إلى السفيرة الأمريكية بالقاهرة هيرو مصطفى جارج. أشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى أن الوزير الأمريكي نقل للسيد الرئيس تحيات الرئيس بايدن وتقديره للدور الحيوي الذي تقوم به مصر لاستعادة الاستقرار في المنطقة، وهو ما ثمنه السيد الرئيس مؤكدا أهمية الشراكة الاستراتيجية المصرية الأمريكية في حماية مصالح الدولتين وتعزيز الأمن الإقليمي. وقد تناول اللقاء في هذا الصدد الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، حيث تم تبادل وجهات النظر بشأن كيفية تعزيز الجهود المشتركة بين مصر والولايات المتحدة وقطر للمضي قدما في مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والمحتجزين وتيسير إنفاذ المساعدة الإنسانية. وقد حرص السيد الرئيس في هذا الإطار على التشديد على أولوية التدخل الحاسم لإزالة العراقيل أمام إدخال كميات ضخمة من المساعدة إلى أهالي غزة الذين يعانون من كارثة معيشية وصحية، بالإضافة إلى ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية وعدم مواصلة سياسات التصعيد ضد الفلسطينيين. وفي هذا السياق أكد الجانبان أن حل الدولتين يظل هو مسار تحقيق السلام والأمن المستدامين. كما تطرق اللقاء إلى تطورات المشهد الإقليمي، حيث أكد السيد الرئيس رفض مصر لمحاولات تصعيد الصراع وتوسعة نطاقه إقليمياً، مشيرا إلى ضرورة تحلي جميع الأطراف بالمسؤولية، ومجددا تأكيد دعم مصر للبنان في مواجهة الهجوم السبراني الذي تعرضت له، مشددا على حرص مصر على أمن لبنان واستقراره وسيادته. وقد تم التوافق على تكثيف الجهود المشتركة بين مصر والولايات المتحدة بهدف التهدئة وخفض التصعيد على النحو الذي يضمن استعادة السلم والأمن الإقليميين. اللقاء تطرق كذلك إلى جهود تطوير العلاقات الثنائية، حيث تم تأكيد الحرص المتبادل على استئناف الحوار الاستراتيجي والترحيب بانعقاده خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكية الجارية لمصر، وذلك على النحو الذي يحقق المصالح المشتركة للدولتين. كما عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس والمهندس مصطفى الدجيشي رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر. وقد اطلع السيد الرئيس على تطورات حركة الملاحة بقناة السويس في ضوء التحديات الراهنة في منطقة البحر الأحمر وباب المندب وسبل الحد من التأثيرات السلبية على حركة الملاحة بالقناة في ظل أهميتها للاستدامة واستقرار سلاسل الإمداد وحركة التجارة العالمية، حيث عرض السيد رئيس هيئة قناة السويس جهود الهيئة لدعم التوكيلات الملاحية في أوقات الأزمات عبر تنفيذ آليات متعددة لتقليل تأثيرات الأوضاع الراهنة في البحر الأحمر. كما تم استعراض سبل رفع كفاءة الخدمات الملاحية والبحرية بالقناة عبر استحداث حزمة جديدة من الخدمات الملاحية بما يتلائم مع السفن العابرة في الظروف الاعتيادية والظروف الطارئة على حد سواء، وتقديم الخدمات المتنوعة للسفن المارة وعلى رأسها
خدمات الإنقاذ البحري وخدمات الإصلاح وصيانة السفن بترسانة الهيئة، فضلا عن الجهود الجارية لتأسيس مركز عالمي لإصلاح وصيانة السفن بالشراكة مع كبرى الشركات العالمية. كما تابع السيد الرئيس خلال الاجتماع مستجدات الجهود الرامية لتحديث أسطول الصيد المصري بالشراكة مع القطاع الخاص الذي يهدف لتوطين صناعة الوحدات البحرية المختلفة في مصر، بما يعزز من جهود الدولة نحو ترسيخ دعائم صناعة بناء السفن واليخوت السياحية. وقد وجه السيد الرئيس باستمرار العمل على تقديم الخدمات الملاحية والبحرية رغم الأوضاع الراهنة، مع مواصلة العمل على تعظيم قدرات القناة التي تمثل ركيزة لا غنى عنها لحركة التجارة العالمية في ضوء أدائها المتميز والمشهود له عالميا بالكفاءة والقدرة حتى خلال الظروف الطارئة وغير الاعتيادية. أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا برئيس جمهورية جزر القمر عثمان غزالي للاطمئنان على صحته بعد محاولة الاغتيال التي تعرض لها. وأكد الرئيس السيسي إدانة مصر للمحاولة الآثمة لاغتيال الرئيس غزالي، مشددا على تضامن مصر ودعمها الكامل لأمن واستقرار جزر القمر الشقيقة، وهو ما ثمنه رئيس جزر القمر. وأوضح متحدث الرئاسة بأن غزالي أعرب عن خالص تقديره للفتة الكريمة للرئيس السيسي، مؤكدا أن مواقف مصر الداعمة لأمن واستقرار بلاده تعكس عمق الأواصر التي تجمع البلدين الشقيقين. وقد أكد الرئيسان في هذا الصدد مواصلة العمل المشترك لتطوير العلاقات الثنائية على شتى الأصعدة، وذلك في ضوء التعاون المتنامي بين الدولتين والدور الذي تقوم به مصر في دعم الاحتياجات التنموية وبناء القدرات لدى الجانب القمري. افتتح رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي المجمع الصناعي الأول لشركة بيكو التركية المتخصصة في تصنيع الأجهزة المنزلية، والذي يمتد على مساحة 14 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان. وأكد مدبولي خلال الافتتاح الحرص على أن يغطي القطاع الصناعي احتياجات السوق المصرية من مختلف المنتجات، لا سيما السلع المعمرة والأجهزة المنزلية، فضلا عن توطين مختلف الصناعات محليا. اجتمع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بممثلي شركة البناء الحكومية الصينية وممثلي شركة إنكام لبحث مقترحات بمخططات وتصميمات لمدينة العاصمة الطبية. شهد هذا اللقاء استعراض عدد من العروض المقدمة لتنفيذ المدينة الطبية. وفي هذا الإطار نوه مدبولي إلى أنه سبق عرض هذا الملف في اجتماع على الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتم التكليف بالعمل على اختيار العرض الأنسب لتنفيذ هذا المشروع، ليس فقط من حيث التصميم ولكن أيضا من حيث آلية وتكلفة التنفيذ. أعرب وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي عن تقديره لموقف نائب البرلمان الأوروبي أنطونيو لوبيز ودعمه لمصر. وخلال اتصال هاتفي مع لوبيز ثمن عبد العاطي تفهم نائب البرلمان الأوروبي لما تشهده مصر من تحديات مرتبطة بالصراعات والنزاعات المتزايدة في المنطقة وآثارها الاقتصادية والأمنية. كما شدد عبد العاطي على تطلع مصر إلى مواصلة نائب البرلمان الأوروبي ومجموعة حزب الشعب الأوروبي دعم مصر داخل أروقة البرلمان نحو تنفيذ الشراكة المصرية الأوروبية. قال وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي أنه ناقش مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن أهمية العمل على تهدئة الأوضاع بالمنطقة، مشيرا إلى أن مصر تتضامن وبشكل كامل مع الحكومة اللبنانية ومع الشعب اللبناني الشقيق في الحادث الأخير. وقد جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقب مباحثات مع بلينكن في القاهرة. أدنى وندين أي استهداف للسيادة اللبنانية، بالتأكيد أي تحركات أحادية في اتجاه التصعيد هي مدانة ومرفوضة تماما من جانبنا ولا تشجع على تحقيق الاستقرار. بالتأكيد مثل هذا التصعيد الخطير من شأنه أن يقود إلى ما طالما حذرنا منه، وهو الولوج إلى حرب إقليمية شاملة
لن تبقي على شيء في هذه المنطقة. مصر كطرف إقليمي رئيسي والولايات المتحدة طبعا كقوة كبرى عالمية معنيتان بطبيعة الحال بالعمل على منع التصعيد ورفض مثل هذه السياسات الأحادية. شهدت الضاحية الجنوبية لبيروت وجنوب البلاد موجة جديدة من تفجيرات استهدفت أجهزة اتصال يستخدمها حزب الله. وقال مصدر أمني إن أجهزة الاتصالات التي انفجرت في لبنان اليوم هي أجهزة لاسلكية محمولة ومختلفة عن أجهزة البيجر التي انفجرت الثلاثاء. كما أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام الرسمية بوقوع انفجار واحد على الأقل في مكان بالقرب من جنازة نظمها حزب الله لقتل الثلاثاء الذين سقطوا في تفجير آلاف من أجهزة البيجر في مناطق مختلفة من البلاد. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 14 شخصاً في موجة جديدة من انفجارات أجهزة الاتصال اللاسلكية في البلاد. أضاف مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة إصابة أكثر من 450 شخصاً في تحديث لحصيلة موجة التفجيرات الجديدة التي طالت أجهزة لاسلكية متنوعة. وردا على التفجيرات اليوم، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي إنه طلب عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي لبحث الهجوم على لبنان. وأكد ميقاتي أنه لا يمكن لأي إنسان أن يعبر عن وحشية هذه الجرائم، مشيرا إلى أن البلاد في حالة حرب مستمرة. ومن داخل وزارة الصحة أفاد ميقاتي أن توافد الجرحى على المستشفيات بسبب الانفجار قد توقف. قال مصدر أمني لبناني إن معطيات أولية لتحقيق تجريه السلطات اللبنانية في انفجارات أجهزة البيجرز التابعة لحزب الله التي وقعت الثلاثاء كشفت أن هذه الأجهزة كانت مبرمجة سابقا وتحتوي على مواد متفجرة. وقال المصدر إن المعطيات تفيد بأن طريقة التفجير تدل على أن الأجهزة كانت مبرمجة سابقا وتحتوي على مواد متفجرة زرعت بمحاذاة بطارية الجهاز، موضحا أن التحقيق لا يزال في بدايته. في هذه الأثناء نفت شركة جولد أبولو التايوانية صاحبة العلامة التجارية لأجهزة الاتصال التي انفجرت في لبنان نفت أي مسؤولية لها عن تصنيع تلك الأجهزة. وأكدت الشركة التايوانية أن شركة تصنيع أوروبية حصلت على ترخيص باستخدام علامتها التجارية هي التي صنعت هذه الأجهزة. يأتي ذلك بعد اتهامات بوضع متفجرات داخل تلك الأجهزة قبيل توريدها للبنان. We'll be right back.
للمزيد من المتابعة ينضم إلينا مباشرة من بيروت عبر الهاتف السيد بشير التغريني مستشار الإعلام الرقمي. سيد بشير، هل لك أن تطلعنا على آخر تطورات الأوضاع حاليا في لبنان بعد التفجيرات الأخيرة التي تعرضت لها الضاحية الجنوبية وجنوب لبنان، وأيضا التفسيرات الممكنة لمثل هذا الحادث الأخير؟ أكيد. اليوم تطورات أخيرة مثل ما عم نشوف في اليوم يعني عدة أسئلة عم تصير حول الأجهزة الجديدة اللي عم يتم تفجيرها عن بعد، أو كيفية هي من النوع الأيكوم اللاسلكي أكيد غير اللي صارت امبارح اللي هي البيجرز. اليوم السؤال الأكبر كمان هل هي شحنة بكاملها بأكملها تم وضع فيها مواد أو ما يسمى ب يعني بتريجرز او التفجيرات تنفجر عن بعد على فريكونسي ميجا هرتز؟ هذا السؤال اليوم امنيا بيولوجيا سايبريا عم يكون محط الانظار، لانه هذا الخرق من هذا النوع من الخرق هو خرق مش بس امني، خرق عم نحكي حزب بكامله بأكمله، في خيانة صارت من قبل يمكن الوسيط او قبل الشاحن. اليوم في تساؤلات كثير كبيرة عم بتكون، ويعني وفي حتى خوف انه اذا بعد في ممكن اجهزه غير بها الشحنه كانت او بهيدا من هالوسيط تقوم يعني بالانفجار الحاد. يعني بناء على ما ذكرته السيد بشير وهذه المعطيات، من وجهه نظرك الى اي مدى من الممكن ان يكون هناك توقع لتكرار مثل هذا الحادث، وايضا الخطوات الواجب اتخاذها لضمان عدم تكرار هذه التفجيرات بعد اليوم وايضا بعد الحادث الذي يعني تابعناه جميعا يوم الثلاثاء؟ اليوم اذا بدنا نقول يعني عدم تكرار، ما في شيء اليوم يعني اليوم المواجهة مع دولة مثل إسرائيل، دولة لا ترتع تكنولوجيا سباقة، تملك العدد من الشركات العالمية ومنها شركاء أو غيرها. اليوم احترازيا بده يكون في يعني خطة أمنية لهذا الموضوع واحتراز أكثر كثير. واليوم كلنا بنعرف أن حزب الله ما رح يصار عند مصدر يقول له أعطيني زودني ب5000 بيجر أو كان، يعني الموضوع أكبر بكثير من هيك. في دول اجتمعت على الموضوع، الشحنة كيف تم رصدها، في تساؤلات كثير كبيرة اليوم، هل هي خيانة داخلية أو اليوم الموساد قدر سيطر على العملية؟ كمان بدنا نشوف مع الأيام اللي جاية وبعد هلأ اليوم الإسرائيليين ما تبنوا العملية ولا حتى قالوا إنه نحن اللي عندنا، بس كل الأصابع اتهامات لألون. فبريدكشن للموضوع ما في، ممكن يصير في تفجيرات ما حدا بيعرف الشحنة شو كان فيها إذا لحديت هلأ، بس بطاريات وبيجرز أو أجهزة لاسلكي، فأكيد الخوف موجود. واليوم كل اللي بنكونوا تابعين لحزب الله مفروض يكون في عنا القلق انه كل اللي استلموهم يمكن يقوموا بالديسبوزل لانه او يكبون، او يعني هذه خطه بتصير امنيه داخليه. طيب سيد بشير، يعني في اطار كل التطورات التي نتابعها لحظه بلحظه، بنجد انه هناك مصدر امني لبناني ذكر انه في معطيات اوليه لتحقيق بتجريء السلطات اللبنانيه حاليا في هذه التفجيرات الخاصه باجهزه البيجرز التابعه لحزب الله، انها بالفعل كانت كشفت انها كانت هذه الأجهزة كانت مبرمجة مسبقا وبتحتوي على مواد متفجرة. قراءتك لهذا التحليل الذي تم من خلال بعض التقديرات الأولية التي ذكرها مصدر أمني لبناني مؤخرا؟ هلا اليوم اكيد الفرضيات موجوده وين ما كان والتكهنات موجوده اكزاكت حتى يكون اكذب يعطيك اجابه صحيحه اذا كان في مبرمجه او تنفيذ البعث تقلب بالكودينج عبر يعني البيجر كنا بنعرف يمشي عبر راديو فريكونسي وتم التفجير من خلال الماده المحطوطه فيها وتفاعلت مع البطاريه الليثيوم او غيرها، اكيد بطاريه لحالها ما رح تعمل هذا الضرر. هيدا اليوم حتى السلطات اللبنانيه والتحقيقات ما فيها تكون هالقد اكوريت، لانه بالنهايه كلنا بنعرف انه اليوم حزب الله عنده دولته الخاصه وحيكون بتحقيقاته الخاصه، ما راح يسلمها للدوله اللبنانيه تعرف. يعني اليوم حتى امنيا ما حدا حيعرف شو صار مزبوط، لانه الدوله اللبنانيه كلنا بنعرف عندها شويه صعوبه انها تقوم هي بتحقيقات لحالها اذا حزب الله ما كان مشرف على هذا الشيء، ومعنويا ما راح يقول انه اذا يعني
شو اللي صار او كيف تمت مضبوطتها كمان اليوم ضل في معنويات موجوده عندي. نعم. طيب سيد بشير، يعني الموضوع الذي يزيد من خطورته ان الحرب الان اصبحت لا حدود لها، يعني بعد ان كانت حروب جويه او حروب بحريه او حروب بالدبابات، حروب بريه، الان تحول الامر الى حرب اكثر خطوره وهي الحروب التكنولوجيه او الحروب السايبرانيه اذا ما صح هذا التعبير. يعني قراءتك لهذا التطور الخطير الذي يحدث حاليا؟ اليوم كلنا بنعرف انتقلت الحرب ان كانت الكترونيه من حرب الشوارع لحرب الكترونيه او يعني هيدي عم نحكي بس على الصعيد اذا بدنا نقول مواقع التواصل. اليوم شو حال بحرب صارت كانت حرب مشاهد صارت حرب الكترونيه سايبرانيه، وبالفعل اليوم زاد عليها حزب الله عفوا الاسرائيليين حرب بيولوجيه، لانه الماده اللي حطيتها كمان فيها تكون بيولوجيه، ماده بتحتك مع البطاريه الليثيوم او غيرها، وشفنا من السنين اللي قبل من كانت موجوده عبر مثلا في امريكا صار كانوا في تهديدات اللي صارت بالبريد بالماده البيضاء ما يسمى بالوايت باودر، وكان الناس تختنق او تموت. اليوم عم نرجع نشهد هجوم سايبراني بيولوجي امني عسكري لا حدود له. نعم. والتكنولوجيا اليوم صارت تفوق هذا الشيء، وما ننسى كمان وجود لافندا عند الاسرائيليين قد كان له دور فعال بالضربه حتى بعكر دارهم بايران تم استهدافهم. فنحن عم نواجه التكنولوجيا لحالها فقط، ليس بس جيش بالمشاهد او غيره. نعم، ان يكون هناك مطالبه لعقد جلسه لمجلس الامن للنظر في هذا الموضوع ولوقف هذا التطور الخطير الذي حدث بعد هذه التفجيرات الاخيره، يعني هل من رايك ان يكون لهذه الجلسه دور فعال على الارض لمنع ان يكون هناك اي تطور خطير خلال الفتره القادمه؟ اليوم صراحه وللاسف يعني هذا الشيء بيأسف، ان اليوم لو انعقد مجلس الامن اليوم انعقد كذا مره وما قدر وقف ولا اوقف المجازر اللي عم بتصير في غزه او غيرها او في عده بلدان، او اليوم الموساد الاسرائيلي او الشباش او غيره ما راح يتبنى هالعمليه وما راح يعني يروح لمطرح، لانه هو قال الحرب لن تقف الا بعد تحرير اسرائيل بنظره، يعني باحتلال غزه كلها، او اللي اليوم ما بعتقد حيوصلوا لمطرح الا المفاوضات اذا حزب الله رضي انه اليوم يكون هو كمان عم بمهد المفاوضات وصل لحل وسطي وللسلام والهدوء. نعم، اشكرك جزيل الشكر السيد بشير التغريني مستشار الاعلام الرقمي، شكرا جزيلا على هذه المشاركه. في الأثناء قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ستضمن عودة عشرات الآلاف من سكان مناطق الحدود الشمالية إلى ديارهم، وأضاف في بيان مصور قصير: قلت ذلك من قبل، سنعيد مواطني الشمال إلى ديارهم بأمان، وهذا بالضبط ما سنفعله. ولم يعطي نتنياهو مزيدا من التفاصيل. من جانبه قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت إن إسرائيل تفتح مرحلة جديدة من الحرب مع تحريك مركز الثقل نحو الشمال من خلال تحويل الموارد والقوات. أضاف جالانت أن مرحلة جديدة من الحرب قد بدأت وأنها تتطلب تنسيقا على جميع المستويات. هذا وأفادت صحيفة إسرائيل هيوم نقلا عن مصادر أن رئيس الوزراء نتنياهو وافق على سلسلة إجراءات تهدف إلى تغيير طريقة التعامل مع الأوضاع في الشمال واستعادة الردع هناك. وأضاف المصدر أن مرور الوقت يتيح لحزب الله فرصة للتعافي وبناء أنظمة اتصالات جديدة وتجديد مقاتليه، مشيرا إلى أن عدم توجيه ضربات لحزب الله هو إخفاق، وأن النصر لا يتحقق عبر التردد أو الاستجابة المتأخرة، بل يتركز أو بتركيز الجهود لتحقيق الحسم. حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن تفجير أجهزة الاتصال اللاسلكية البيجر الذي يستهدف جماعة حزب الله المسلحة يحمل خطرا جديا لتصعيد كبير في لبنان، ويجب بذل كل ما في وسعنا لتجنب هذا التصعيد. قال غوتيريش إن انفجار كل هذه الأجهزة يعد ضربة استباقية قبل عملية عسكرية كبيرة محتملة قد تنذر بتهديدات أكثر خطورة لأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط. أعتقد أن ما حدث أمر خطير بشكل خاص، ليس فقط بسبب عدد الضحايا الذي تسبب فيه، ولكن بسبب الأنباء التي تشير إلى أن الأمر قد تم تدبيره مسبقا للتسبب في هذا الحدث.
من الواضح أن جعل كل هذه الأجهزة تنفجر في آن واحد هو القيام بذلك كضربة استباقية قبل عملية عسكرية كبيرة. لذا بقدر أهمية الحدث نفسه، فإن هذه الأحداث تؤكد وجود خطر جدي بحدوث تصعيد دراماتيكي في لبنان، ويجب القيام بكل شيء لتجنب هذا التصعيد. أفادت دولة سلوفينيا رئيس مجلس الأمن الدولي للدورة الحالية أن المجلس سيجتمع عصر الجمعة المقبل بشأن انفجارات أجهزة الاتصال اللاسلكية في لبنان. يأتي الاجتماع بناء على طلب من الجزائر، بينما أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية أمس أنها باشرت تحضير شكوى إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الهجوم السبراني الذي اتهمت إسرائيل بالمسؤولية عنه. مزيد من القراءة ينضم إلينا سيادة اللواء الدكتور محمد زكي الألفي، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية. سيادة اللواء بعد التحية، يعني بالأمس حدث هجوم على أجهزة البيجرز، واليوم هجوم على الأجهزة اللاسلكية، خلف حتى هذه اللحظة ما يزيد عن 14 قتيلا وما يزيد عن أكثر من 450 مصابا. هل نحن أمام الجولة الثانية من أو المرحلة الثانية من الهجمات السبرانية على مقاتلي حزب الله؟ وهل هذا يؤشر إلى تطور في الحرب السبرانية التي تشهدها لبنان حاليا؟ هو بالتأكيد طبعا، أولا مساء الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. ما يتم الآن في اتجاه لبنان حقيقة ده بيندرج تحت مسمى جرائم حرب المعلومات او حرب المعلومات العسكريه، استخدام امن الاتجاه العسكري. وهذه الضربه التي تم توجيهها الان هي بتؤكد استخدام 7 مراحل بتمر بها هذه الحرب. كل هذه المراحل تم استخدامها بالفعل، واخرهم اللي هو حصل امبارح والنهارده. حرب القياده والسيطره، مراكز القياده والسيطره، ودي مستهدفه خلال الفتره الماضيه بالكامل، بقالنا حوالي عام من بداية طوفان الحرب على غزة. عندنا الحرب الاستخباراتية، ودي موجودة وشفناها في الاغتيالات وفي التفجيرات وفي إسقاط الطائرات وخلافه يعني. بالإضافة إلى الحرب الإلكترونية، ودي برضو بتستخدم فيها من ضمن وسائل الحرب المعلومات، ويتم فيها عمليات التشويش وعمليات التدخل وعمليات الخداع الإلكتروني. بالإضافة طبعا لحاجة مهمة جدا، وهي العمليات والحرب النفسية. العمليات والحرب النفسية واضحة جدا، لأن هو الهدف من كل هذه الوسائل التي بيتم استخدامها الآن هو التأثير على الروح المعنوية للشعب وللموجودين، أو سواء للمقاومة، والتشكيك في قدرات هذه العناصر في التعامل مع هذه العدائية. بالإضافة طبعا إلى قراصنة المعلومات والمعروفة باسم الهاكرز، ودي برضو تم استخدامها في لبنان، وخاصة في البنوك والتدخلات الاقتصادية السابقة. أم أخيرا بقى ما تم اليوم ده، وهو الحرب زي ما بنقول عليها الحرب الافتراضية أو السيبرانية، ودي الحقيقة بتستهدف بيطلق عليها حرب الشبكات. وهو ده اللي حصل النهاردة، إن هو مجموعة من الأجهزة، إن التدخل الاستخباراتي بقى من ضمن المكونات السبعة لحرب المعلومات، وتم زرع عبوات في هذه الأجهزة كما قيل وكما أعلن، وبالآن بيتم استخدام التفجير في لهذه الأجهزة عن طريق التدخل الخارجي فيها، وده بيحقق أهداف هامة جدا بالنسبة لي الحقيقه في المواجهه في هذا الاتجاه. الهدف منها الحقيقه فقد الثقه والتشكيك، واحداث صدمه للشعب الموجود، والتاثير على الروح المعنويه، بالاضافه الى الصدى الاعلامي الكبير والتشكيك في قدرات هذه العناصر الموجوده، وخاصه المقاومه. ولا ننسى شيء مهم جدا، وهو ان 7 اكتوبر القادم هو هيبقى ذكرى مرور عام كامل على حرب الإسرائيلي في غزة وعلى هذا الاتجاه. وبالتالي هيبقى يعني مطالب الحكومة الإسرائيلية والمسؤولين في إسرائيل بعرض نتائج وإبراز
يعني نقاط قوة وانتصارات تم تنفيذها وأهداف تم تحقيقها، وأهمها اللي هم أعلنوه النهاردة هو طلبهم أو بيأكدوا على استراتيجية جديدة بينفذوها لإعادة سكان الشمال الإسرائيلي إلى أماكنهم في موجة لبنان. تفضل سيادة اللواء، هل ما حدث في لبنان بالأمس واليوم هو شل لحركة الاتصال ما بين عناصر حزب الله، شل الحركة لدى العناصر هذه العناصر؟ لا، يعني هي ما نقولش شل الحركة، لأن يعني نحن جميعا حتى نحن في مصر، حتى اطمئنش يعني أهلينا في مصر، نحن بندرس وبهذه هذا النوع من الحروب اللي هو أحد المكونات الرئيسية للحرب، للحروب اللي هي بنستخدم فيها القوى العسكرية أو القوى الصلبة. فهذا النوع هو بيعتبر مقدمات لهذه الحرب أو نتائج ممكن استخدامها والبناء عليه. والهدف منه في الأول زي ما أنا قلت لحضرتك هو التأثير على الروح المعنوية والتشكيك في قدرات القيادة والقيادة. أما وسائل الاتصال فنحن لم نلغي تماما وسائل الاتصال العادية أو بمعنى أدق اليدوية. ونحن في مصر الحمد لله يعني عشان نطمئن جميعا بنضع كل هذه الاعتبارات قدام عيوننا في كافة أجهزة الدولة. وبالتالي لما بيتم استخدام مثل هذه الأعمال أو هذه العناصر ما بتبقاش مفاجأة، ولكن بتبقى سيناريو من ضمن السيناريوهات الموضوعة لفرض الإرادة. لفرض الإرادة، الحرب هو الغرض منها فرض الإرادة على الجانب الآخر عشان تحقق النصر، يعني تفرض عليه إرادة، وهو عايز يفرض إرادته هنا وعايز يؤكد النتائج والإيجابيات قبل الاحتفال بمرور عام على حرب غزة. طيب سيادة اللواء، يعني وزير الدفاع الإسرائيلي أشار إلى أنه سيتم نقل الثقل الآن إلى الشمال، هل إسرائيل تريد أن تجر لبنان إلى حرب مفتوحة من خلال هذه التطورات الأخيرة؟ ده واضح جدا طبعا أنه هو عايز يوسع أثر الحرب، عشان كده هو قال وأعلن أنه هو من ضمن خطاباته قال أن أنا بحارب على 7 جبهات، ومن ضمن أول أهم النهاردة اللي هو بيعلنه أنه هو عايز يرجع أهل الشمال اللي بقالهم سنة كاملة هو أخلى هذا الاتجاه تماما، فعايز يرجع الناس دي قبل مرور هذا العام عشان يحقق أو يظهر النتائج الإيجابية اللي هو حققها رغم عدم تحقيقه لكل النتائج اللي هو كان أعلن عنها، القضاء على حماس وخلاء وكل هذا الكلام اللي طبعا معروف وبقالنا سنة بنتكلم فيه، ولكن هو حتى الآن لم يحقق كل هذه الأهداف. إن كانت هناك بعض النتائج نتيجة لأعمال الاستخبارات يعني اللي هي جزء من حرب المعلومات، ودي واضحة جدا في الفترة الأخيرة، لكن هو في النهاية لم يحقق الهدف الاستراتيجي الرئيسي سواء كان القضاء على المقاومة أو القضاء على التواجد الفلسطيني على أرضه. بالتالي لم يعد حتى الآن بالسكان الموجودين في أو طيب. أهل الشمال في إسرائيل. سيادة اللواء، يعني هل يمكن تلافي هذه الهجمات قبيل حدوثها، وكيف يمكن مواجهة مثل هذه الهجمات السبرانية؟ تلافي هذه الهجمات يعني فنيا كل شيء ممكن، ولكن هو بيحتاج أساسا المراقبة الدقيقة لجميع أو اتباع الإجراءات الأمنية الدقيقة والوعي لكافة المتعاملين مع هذه الأجهزة. يعني من أول بدءا من استيرادها وإدخالها لابد أن تمر بمراحل التفتيش الدقيق والاستخدام الدقيق لهذه المعدات والثقة والمتابعة من الأجهزة المسؤولة، وبالتالي برضو الوعي المواطن في أنه هو ما يجلبش مثل هذه الأجهزة من الخارج دون الترخيص بذلك، وبنأكد على ده دايما. وده الحمد لله احنا عندنا برضو مع عدم الاعتماد عليها اعتماد كلي، لا نلغي الاستخدام اليدوي أو العادي، يبقى ده موجود وده موجود. صحيح. عشان هنا لما يحصل يعني أي هجوم مثل هذا النوع صحيح. يبقى احنا قادرين على التحول للقيادة والسيطرة العادية. أشكرك جزيل الشكر سيادة اللواء الدكتور محمد زكي الألفي، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية.
شارك مئات الأشخاص في موكب تشييع في بيروت لعدد من قتلى انفجار أجهزة الاتصال التي يستخدمها مئات من أعضاء الحزب في وقت واحد تقريبا في لبنان وسوريا. أدى هذا الهجوم إلى مقتل ما لا يقل عن 14 شخصا بينهم طفلان وإصابة آلاف آخرين، فيما حمل حزب الله إسرائيل مسؤولية الانفجارات القاتلة التي أظهرت علامات على أنها عملية مخطط لها منذ فترة طويلة. في هذه اللحظات وجه وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض التحية لكل الدول الشقيقة ومنها مصر التي عرضت المساعدة وسترسل شحنات تباعا إلى لبنان. وكشف وزير الصحة اللبناني عن استقبال بيروت أول شحنة مساعدات عراقية تصل إلى لبنان بعد تفجيرات الأجهزة الاتصال اللاسلكية. وكشف الأبيض عن وصول 20 طبيبا وعاملا صحيا من العراق إضافة إلى أكثر من 15 طنا من المساعدات العراقية لمطار بيروت. انتهى عصر السلاح المباشر وبدأ عهد الاغتيال الإلكتروني، ورفع مشهد انفجار أجهزة الاتصال اللاسلكية ووسائل تكنولوجية متنوعة في لبنان مؤخرا الغطاء عن الحرب السيبرانية باعتبارها أخطر التحديات الإلكترونية التي يمر بها العالم الحديث وأكثرها دمارا. تطورات المشهد اللبناني تثير أهمية تحسين مكافحة الهجمات السيبرانية في ظل وجود هجمات مجهولة تمارس هذه العمليات التدميرية، خاصة أن الهدف دولة أو أفراد لا يعرفون بالهجمات الإلكترونية إلا بعد تعرضها لضربة مباغتة ومربكة. الهجمات الإلكترونية المرسومة تخطط لها قيادة عسكرية تخترق الأنظمة الإلكترونية العالمية وكل ما يعتمد على التكنولوجيا لتضر بالحواسيب والأجهزة التي تستخدم الإنترنت والتي قد تفضي إلى نتائج كارثية. وتعتمد الهجمات على برمجيات خبيثة تم تطويرها من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل، وكانت أولى تجاربها عندما استهدفت بنجاح منشأة نطنز الإيرانية النووية وألحقت بها أضرارا كبيرة في سبتمبر من عام 2010. وأدى الفيروس الذي أطلق عليه أول سلاح رقمي في العالم، وهو المصطلح الذي طرأ على الساحة الدولية وفرض على الحكومات والأكاديميات وشركات الأمن العالمية سرعة التفكير في آلية مواجهة التهديدات السيبرانية وأشكال الضرر الناجمة عنها. وبعد 10 سنوات شهد العالم هجوما سيبرانيا بأنظمة الكمبيوتر على أحد المواني البحرية في إيران بالقرب من مضيق هرمز، لكنه لم يؤثر في أنظمة الأمن والمعلومات في الميناء، وأسفر الهجوم عن ارتباك في الطرق والممرات المائية عدة أيام. وتحولت هذه الهجمات تدريجيا إلى سلسلة اقتحامات أكثر علنية، وبدأت تستهدف السكان المدنيين في طهران وتل أبيب. حرب مخيفة، هكذا نجحت الهجمات السيبرانية في إثارة الرعب وضرب المصالح الاقتصادية والبنية التكنولوجية للدول، بما يعطل من أهدافها ويصيب أجهزتها وأدواتها بالشلل والعجز التام. ويفتح هذا التطور النوعي على مستوى الصراعات الدولية الكبرى المجال للبحث عن وسائل حماية وإنقاذ من شبح الهجمات التي تقف وراء هذه الهجمات وتنفذها بمهارة وحرفية إجرامية شديدة الخطورة، بحيث يصعب على الخبراء التنبؤ بموعد خروج الأمن السيبراني من هذا النفق المظلم. وللمزيد من المتابعة أيضا والتحليل ينضم إلينا عبر الهاتف المهندس محمد مغربي استشاري تأمين البيانات والمنشآت. أنباء تتحدث عن وضع أجهزة تفجيرية في أجهزة الاتصالات قبل توريدها، تفسير حضرتك يا فندم لما حدث؟ مساء الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. طبعا اللي حصل امبارح واستكمالا للي حصل النهارده في لبنان يحط علامات استفهام كبيره حوالين طريقه تنفيذه. لحد امبارح او لحد النهارده في وقت لبنان كان الموضوع بيتراوح ما بين او بينحصر بين سايبر اتاك زي ما تفضلت وقلت في التقرير، او استخدام التكنولوجيا بشكل باخر لعمل اختراق للاجهزه بيها، وما بين السبب اللي حضرتك تفضلت وقلتيه بزرع مواد متفجره داخل أجهزة الاتصال. أي من الأسباب دي كان متاح إن هو يحصل. لحد النهارده حصلت واقعة تانية، الواقعة دي تتمثل في أجهزة بيجر انفجرت برضه، أجهزة اتصال لاسلكية انفجرت، وكان الشيء الغريب جدا أجهزة ألواح الطاقة الشمسية انفجرت داخل بيوت وسببت حرائق.
طب لكل اللي فات ده ممكن نقول ان هو اختراق سيبراني مفيش مشكله فيه، لكن انفجار الواح الطاقه الشمسيه ده تحديدا خلانا نتجه وبقوه للاحتمال اللي حضرتك بتقوليه ان هي عباره عن مواد متفجره صغيره الحجم مزروعه داخل الاجهزه او الالواح الطاقه الشمسيه دي، بيتم تفجيرها عن بعد وبتستغل وجود البطاريات الليثيوم سواء في اجهزه الاتصال او البيجر واجهزه الطاقه الشمسيه برضك بيكون فيها بطاريات تخزين طاقه، فده مع دي بتؤدي للانفجار اللي احنا بنشوفه بالشكل شفناه في الفيديوهات امبارح والنهارده. نعم، طيب يعني اللي حضرتك بتقوله ده شيء في منتهى الخطوره الحقيقه، ازاي ان احنا نقدر ان يكون هناك تامين خلال الفتره القادمه مستقبلا لاجهزه الاتصالات من مثل هذه التفجيرات؟ طيب هو مصادفة من حوالي اسبوع مصر حصلت على المركز الاول او من ضمن المراكز الاولى في العالم تير 1 في التامين السيبراني، في خطوه كانت مهمه جدا ودرجة الناس تسالت احنا هنستفيد ايه بالموضوع ده، وانا كنت شرفت وطلعت في حلقه معاكم في القناه الاولى على نفس الموضوع، احنا هنستفيد ايه؟ يمكن سبحان الله في اقل من اسبوع رد ان كل الدول دلوقتي انها تامن نفسها تماما بالهجمات السيبرانيه وضد الاختراق. وعشان ادي شفنا نتيجته ادت الى تدمير ارواح واصابات شديده وحصل شلل تام في بلد شقيقه يعني. تمام. بجانب ان اللي حصل برضه بجانب الهجمات السيبرانيه اللي هي جزء من الهجوم، ولكنه برضك عمل يعني استخباراتي بشكل او باخر او مخطط له من قبل ما الاجهزه تتورد لاعضاء حزب الله. والنهارده المدير التنفيذي للشركه التايوانيه المصنعه لاجهزه البيجر طلع وقال ان المهندس محمد، طيب يبدو أننا فقدنا هذا الاتصال، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المعلومات المهندس محمد مغربي استشاري تأمين البيانات والمنشآت، شكرا جزيلا على هذه المشاركة. نشرة أخبار التاسعة من التلفزيون المصري لا تزال مستمرة معكم وتتابعون فيها. بغالبية 124 صوتا الأمم المتحدة تتبنى مشروع قرار يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية خلال عام. تواصل قوات الاحتلال عدوانها على أنحاء قطاع غزة لليوم 48 بعد 300 على التوالي، مع استمرار ارتكاب المجازر واستهداف المنازل المأهولة. وواصلت قوات الاحتلال نصف مباني سكنية في مناطق متفرقة من قطاع غزة، لا سيما غربي وشرقي مدينة رفح جنوبي القطاع، وفي منطقة الزهراء شمال مخيم النصيرات بوسط القطاع، وفي حي زيتون جنوب شرق مدينة غزة شمالي القطاع. هذا وأعلنت السلطات الصحية بقطاع غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان إلى 41,272 شهيدا و 95,551 مصابة.
تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار يطالب بإنهاء إسرائيل وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال 12 شهرا. تبنت الجمعية القرار الذي يأتي في ضوء موقف محكمة العدل الدولية في يوليو من الاحتلال الإسرائيلي بغالبية 124 صوتا مقابل اعتراض 14 صوتا وامتناع 43 عن التصويت. Resolution A/ES10. أكد ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود أن المملكة لن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل دون قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وقال ابن سلمان إن المملكة ترفض وتدين بشدة جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني التي تجاهلت القانون الدولي والإنساني في فصل جديد ومرير من المعاناة. تتصدر القضية الفلسطينية أثمان بلادكم، ونجدد رفض المملكة وإدانتها شديد لجرائم السلطة الاحتلال الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني متجاهل القانون الدولي والإنساني في فصل جديد ومرير من المعاناة. ولن تتوقف المملكة عن عملها الدؤوب في سبيل قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ونؤكد أن المملكة لن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل دون ذلك. وصلنا الآن إلى أهم أنباء المال والأعمال في نشرة التاسعة. أخبار الاقتصاد وفاطمة خليل. فاطمة، شكرا محمد عبد الله، شكرا ريهام الديب، وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبول اجتماعا لاستعراض مشروع مقترح لإقامة مركز للبيانات مقدم من أحد التحالفات والذي يستهدف تصدير خدماته إلى الخارج في مجال تخزين ومعالجة البيانات. وأوضح مسؤول التحالف مناطق مقترحة لإقامة المشروع وكذا التصميم المبدئي له، وأكدوا أنه سيتم مواكبة أحدث التطورات العالمية في تنفيذ المشروع بما في ذلك الاعتماد المتزايد على خدمات الذكاء الاصطناعي. كما استعرضوا عددا من المتطلبات اللازمة لدعم تنفيذ المشروع. وفي ختام الاجتماع أكد رئيس الوزراء أهمية المشروع وما يتضمنه من جوانب فنية عديدة تستوجب سرعة الدراسة من قبل الجهات المعنية، موجها وزارة الاتصالات بضرورة دراسة المشروع بشكل مفصل وما يتضمنه من متطلبات فنية لتنفيذه. عقد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب اجتماعا موسعا مع مسؤولي شركات بريطانية عاملة في مجال الطاقة المتجددة في إطار زيارته الحالية للعاصمة البريطانية لندن. وقد بحث اللقاء ضخ استثمارات جديدة للشركات البريطانية والتي تساهم في تمويلها مؤسسة الاستثمار البريطاني الدولي الذراع الاستثماري للحكومة البريطانية بالسوق المصرية وكذا في القارة الأفريقية. كما تسعى الشركات إلى توسيع استثماراتها في مجالات الطاقة المتجددة المختلفة والتعاون مع الحكومة المصرية في إنشاء مشروع ضخم لإنتاج الهيدروجين الأخضر. عقد وزير الزراعة علاء فاروق ووزير التموين شريف فاروق عدة اجتماعات مع بعض منتجي بيض المائدة لبحث استقرار الأسواق وتوفيره بأسعار مخفضة للمواطنين. وخلال الاجتماع اتفق الوزيران مع منتجي البيض على طرح الطبق ب 150 جنيها في المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وكذلك المنافذ الثابتة والمتحركة التابعة لوزارة الزراعة. اختتمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط ووزير الخارجية المجري بيتر سيارتو رئيسا اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي المصرية المجرية منتدى الأعمال المشترك الذي عقد بالهيئة العامة للاستثمار، وذلك بمشاركة 126 شركة مصرية ومجرية في مجالات الاستثمار المختلفة. وفي كلمتها تطرقت الوزيرة إلى انعقاد الدورة الرابعة للجنة المشتركة المصرية المجرية للتعاون الاقتصادي التي عقدت في بودابست
في أوائل العام 2023، والتي شهدت مناقشات حول عدد كبير من المجالات مثل الطاقة المتجددة والزراعة والرعاية الصحية، مشيرة إلى استعدادات انعقاد الدورة الخامسة من اللجنة المشتركة خلال عام 2025، وهو ما يمثل خطوة جديدة في تطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين. ترأس وزير البترول كريم بدوي خلال مشاركته بمؤتمر جاستيك الدولي بهيوستن الأمريكية مائدة مستديرة تحت عنوان صياغة مستقبل عملي وواقعي للطاقة في مصر، بمشاركة العديد من وزراء الطاقة وممثلي شركات الطاقة العالمية وأمناء المنظمات الدولية والتي نظمتها منصة إيجيبس. افتتح الوزير المائدة المستديرة بتسليط الضوء على استراتيجية الحكومة الجديدة واهتمامها بجذب الاستثمارات في القطاعات المختلفة وخاصة قطاع الطاقة، وأكد على اعتزامه تذليل العقبات والتحديات التي تواجهها بعض الشركات الأجنبية، وذلك بهدف تحقيق المزيد من النجاحات في ظل هدف برنامج الحكومة الجديدة المتمثل في بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات. وفي سوق المال، أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع وسط تداولات بلغت نحو 2,900,000,000 جنيه، ربح رأس المال السوقي 13 مليار جنيه عند مستوى 2,590,000,000 جنيه. أما على صعيد المؤشرات، ارتفع مؤشر EGX 30 بنسبة 61% ليغلق عند مستوى 30,342 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70 بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 7,070 نقطة، وصعد مؤشر EGX 100 بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 10,087 نقطة. خفض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية ليبدأ ما يتوقع أن يكون تسييراً ثابتاً للسياسة النقدية، مع خفض أكبر من المعتاد في تكاليف الاقتراض في أعقاب القلق المتزايد بشأن سلامة سوق العمل. ويرى صناع السياسات أن سعر الفائدة القياسي لمجلس الاحتياطي الاتحادي سينخفض نصف نقطة مئوية أخرى بحلول نهاية هذا العام، ونقطة مئوية كاملة أخرى في عام 2025، ونصف نقطة مئوية نهاية عام 2026 لينتهي في نطاق 2.75% و3%. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى لريهام ومحمد لاستكمال ما تبقى من التسعة. شكرا فاطمة. أعلن وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو انطلاق فعاليات الوزارة المشاركة بالمبادرة الرئاسية للتنمية البشرية بداية جديدة لبناء الإنسان. تقدم وزارة الثقافة مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة والبرامج والورش من خلال قطاعاتها المنتشرة في أرجاء الجمهورية للوصول بالخدمة الثقافية والفنية لمختلف الشرائح المجتمعية، تحقيقا للعدالة الثقافية وتفعيلا لاستراتيجية الدولة التنموية لبناء الإنسان. وأوضح هنو أن الوزارة تحرص على تحقيق التكامل مع أكثر من 30 وزارة وهيئة ومؤسسة ومركز قومي ضمن مبادرة بداية جديدة، وذلك بهدف خلق مجتمع تقوم مفرداته على غرس قيم الانتماء والولاء للوطن وترسيخ الوعي بأهمية الحفاظ على مقدراته وصون هويته المتفردة. ونتحول بحضراتكم إلى أخبار الكرة والملاعب، أخبار الرياضة. نعود مرة أخرى إلى فاطمة خليل. إليك فاطمة. شكرا ريهام، شكرا محمد، وأهلا بكم مشاهدينا مجددا، وهذه الجولة الرياضية.
أعلنت رابطة الأندية التعاقد مع شركة الألمانية التي تنظم كبرى البطولات الأوروبية لتنظيم الدوري الممتاز في نسخته الجديدة. أوضحت الرابطة أن الشركة الألمانية نظمت أشهر البطولات الرياضية، منها بطولات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يوييفا والدوري الألماني والدوري الإماراتي والدوري التركي. ومن المقرر أن تبدأ الشركة الألمانية عملها مع الدوري المحلي بداية من الموسم الجديد 2024-2025. وإلى بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث يستضيف بعد قليل فريق مانشستر سيتي الإنجليزي نظيره إنتر ميلان الإيطالية في مباراة الجولة الأولى للبطولة. كما يلتقي فريق باريس سان جيرمان الفرنسي ونظيره جيرونا الإسباني على ملعب حديقة الأمراء ضمن منافسات الجولة الأولى من البطولة في النسخة الجديدة، فيما يحل وصيف بطل النسخة الماضية بروسيا دورتموند الألماني ضيفا على كلوب بروج البلجيكية ضمن منافسات نفس الجولة من البطولة. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الرياضية، عودة مرة أخرى لمحمد وريهام لاستكمال ما تبقى من التسعة. شكرا فاطمة. التقى وزير السياحة والأثار شريف فتحي بسفير سنغافورة بالقاهرة ورئيس التنفيذي لشركة المنظمة لمعرض رمسيس وذهب الفراعنة. شهد اللقاء مناقشة إمكانية مد فترة إقامة المعرض في محطتها القادمة بالعاصمة اليابانية طوكيو من 6 أشهر إلى 9 أشهر. كما تم التباحث حول مد فترة تنظيم المعرض وإقامته في عدد آخر من دول العالم. ونتحول الآن في النشرة التاسعة لأهم أنباء الطقس. وقفة أخيرة مع فاطمة خليل. فاطمة. شكرا محمد، شكرا ريهام، وأهلا بكم مشاهدينا. وأخيرا جولة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا طقس حارة نهارا على القرى الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للحرارة الرطب ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة الرطب على السواحل الشمالية. وفيما يلي بيان درجات الحرارة المتوقعة غدا في معظم مدن ومحافظات الجمهورية، والبداية دائما من القاهرة العظمى 36، الصغرى 27، الإسكندرية 35، 24، المطروح 38، 25، بورسعيد 32، 24، الإسماعيلية 35، 24 وجوها حار. بالنسبة للسويس 35، 24، العريش 32، 23، طابة 33، 26، شرم الشيخ 38، 28، الغردقة 38، 28 وجوها أيضا حار. بالنسبة للأقصر 40، 27، أسوان 41، 28، الوادي الجديد 40، 28، حلايب 35، 28، شلاتين 38، 27 وجوها حار. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. وبهذا نصل إليكم إلى ختام هذه النشرة، ولا تبقى لنا سوى التذكرة بأبرز العناوين. خلال استقباله وزير الخارجية الأمريكي الرئيس السيسي يؤكد أن حل الدولتين هو مسار تحقيق السلام والأمن المستدامين، ويحذر من خطورة التصعيد بلبنان. باستثمارات تبلغ 110 ملايين دولار، رئيس الوزراء يفتتح مجمع تصنيع للأجهزة المنزلية في العاشر من رمضان، ويؤكد استمرار تقديم الحوافز لجذب مزيد من الاستثمارات. قتلى ومئات المصابين في موجة انفجارات جديدة تستهدف أجهزة إلكترونية في بيروت ومناطق لبنانية متفرقة. وصلنا إلى ختام نشرة التاسعة على شاشة التلفزيون المصري. إلى اللقاء. تحية لكم.